مرحبا بكم. مرحبا بكم. لا انا دائما حاضره يعني هاد قضيه بالاخص كاذاعه، دائما تنسجل الاذاعه الاغاني، ما عمرني اعتزلت. لكن التلفزيون طبيعه الحال، حتى براكم عارفين التلفزيون ولاو شركات اللي تيعملوا يعني سهرات، ما كانش عندي اتصال يعني بهاد الشركات اللي هما كاينين. لكن العام اللي فات الحمد لله كان عندي يعني من بعد قول 20 عام على الجمهور كجمهور. اما كيف قلت لك التسجيل دائما كاذاعيه كاينه، يعني ديما تنسجل الاذاعه. كانت سهره كبيره دارتها ليا وزاره الثقافه، وتنشكر من هذا المنبر السيد الوزير السابق السيد العرج اللي كان يعني دار واحد البصمه كبيره في الفن المغربي. ونتمنى ان شاء الله يعني هذا الوزير اللي هو حاضر دابا تا هو ان شاء الله يهتم ان شاء الله بالاغنيه المغربيه. حكوا لنا عليه الناس يعني ان شاء الله راه تا هو يعني نتمنى وان شاء الله تكون تا هو معاه شي حاجه. اما كاغاني دائما يعني كما قلت لك تنسجل يعني، وحاليا سجلت واحد المجموعه ديال الاغاني، ولكن على راسهم يعني الاغنيه اللي ضرتني في قلبي ويعني تغنات من القلب وتكتبات يعني من القلب. هذه الأغنية عندي صديقة وصاحبة وماما وأخت وفيها كل شيء، يعني واحد ما نقدرش نوصفها كيفاش تتحكي لي مشاكلها اللي داك الشيء اللي هي عايشاه وقت ما حكت لي يعني هي تتحكي وانا دموعي دائما تنحبس فيهم باش ما نبين لها شراني تأثرت، ولكن يمكن تخرج من عندها تبقى نبكي. واحد النهار هي ما فراسها والو، عيطت للسيد ملحن الساوي من الملحنين الجداد، عيطت له في الليل قلت له عندي واحد القصه ولكن بغيتك تلحنها ليا، عندي سيده حبيبتي واختي وفيها كل شيء بحال امي، انا تنحسبها اختي وبلا ما نوصف لك لا هي لا العائله ديالها، انسانه طيبه. قلت لي بقوت لي تتحكي لي مشاكلها، داكشي نقدروا نصنعوا منه ماشي اغنيه اغاني. هي سميتها عوينتي، وانا ندير العلوه ليك الله عوينتي، وحكيت له القصه. ثاني يوم تعيط ليا صافي عرفتي، حكى لي ملي سمعني اللحن بقيت تنبكي يعني زربت سجلتها بسرعه. فجاه هي تفاجات تتبكي لا هي لا العائله ديالها لا الناس، لكن شكرا لربي سبحانه وتعالى يعني لقيت عامني حطيتها في الاذاعه، والناس يعني تتصل بيا من كل بلاصه يعني لا خارج المغرب لا يعني، وبالاخص المغربيات اللي عايشين في الغربه في بلاصه قالوا تلقاهم تيبكي وبواحد الشكل يعني الحمد لله راه غاديه مزيان. هادشي مازال ما صورتها ما والو يعني دابا يلاه في الاذاعه، محطوطه في الاذاعه تصوير كليب مازال ما تصورش، ان شاء الله نتمنى يتصور. لك الله وانتي لك الله، ما عندي زهر مع وانتي ولا اهلي وحبابي لك الله. والاغنيه حيت القصه باقي طويله يعني خصنا نديروا بها يمكن واحد تيليفيلم ويا ربي. في الاخير بواحد المقطع السيده مشات تطلع على الوالده ديالها بصح يعني هادشي راه، وحكات ليا بان راه مشات وسدوا عليها وكانوا العواشر. بكيت. ثاني يوم كانت هي مسافره، فهاد الايام هادشي كله في كورونا، حنا راه حنا عايشين في كورونا. مني تلقى يعني تلقات الطيارات وداكشي، فين عاد تلاقى هي والوالده ديالها في المطار، الوالده ديالها اللي يعني ما خلاتهاش تشوفها ولكن ربي كاين، تلاقاو يعني غيطيروا في طياره بجوجهم غاديين لبلجيكا. تصور من عاتها ما تشوفهاش في دارها، وعاد تلاقى بها مشات باست لها راسها وكل شيء، ولكن كاينه شي حاجه ربي اللي عارفها ما نقدروش الله اللي عالم عليها شنو هي. والله نتمنى هاد الاغنيه تكون عبره يعني للجميع، ماشي غير الموات يعني العائلات اللي تيفرقوا حبابهم وتيخليهم مشويين، وتنشوفها كيفاش مشويه على ميمتها تتبكي باغا تشوف ما بتحضن ما يعني داكشي تيأثر. نساتني مشاكلي رغم انا راه تبارك الله عليه يعني الله اللي مطلع فيها، نساتني المشاكل ديالي والله العظيم المشاكل ديالها، ولكن تستاهلنا انسانه طيبه. نتمنى جميع الصديقات يكونوا بحال هكذا بحال هذا الصديق، لان دابا في زماننا صعيب باش تلقاي صديق ولا صعيب زماننا صعب بزاف. بعد في المره الاولى 3 شهور ما خرجتش من الدار،
حتى العائله ديالي ولاو تيخافوا تيقول حنا خفنا نكونوا جبنا كورونا مشي بلاصه مع انت يعني مريضه ممكن تاثر عليك بسرعه، هما ولاو خايفين. التليفون وصافي هكا والكاميرا في التليفون، ولكن تنتمنى الله سبحانه وتعالى يحيد علينا هذا الوباء، حرمنا من حبابنا بزاف. انا كل يوم وليت تنفق على ماتوا ناس نعرفهم بزاف الله يرحمهم، واللي ماتلو شي حد الله يرحمه، واللي مريض الله يشافيه. تنتمنى من هذا المنبر يشافي ربي سبحانه وتعالى السي سعيد الناصري والعائله ديالو، قطع ليا قلبي الله ان شاء الله ربي يشافيه هو والعائله. يلا كنا عزيناه في الاخ ديالو كان ماتلو في ديك في عز كورونا، ودابا مسكين حتى هو دابا الله يشافيه. احنا ولينا تنحلوا عينينا وما عارفينش شنو كاين، والله زعما لا اله الا الله، العالم كله مضرور، ونتمنى والله سبحانه وتعالى يحفظ الناس ونلقاو ان شاء الله العلاج من الله سبحانه وتعالى، يتعالجوا الناس. امين. كما قلت قبيله على سيدنا المغفور له الحسن الثاني، احنا كنا ولاد والفنانه كلهم تيحب الفن يعني بصفه عامه، كنا يعني كان هذاك كان فنان وكان مالك وكان، والله يخلي لنا سيدنا ويشافيه لنا، حتى هو عاطف علينا ويعني وقت ما سمع فنان عنده شي حاجه والا سيدنا تيستاجب، الله يطول له عمره ويشافيه لنا يا ربي يا ربي. والله انا الاسره العلويه كلها تنبغيها وتنموت عليها، نكذب عليك بصفة عامة. مشاكلي كلها عمر سيدي ما خلاني، ولكن المحل دابا جا البحث على المحل ديالي، ومني جا البحث هذوك الناس عاودوا ثاني سدوا مشاو دابا 3 سنين ثاني، المحل اللي راه مسدود 3 سنين تندوز محداه تنتشوا، وهما الله يهديهم هاد الناس هاد الحجاج الله يهديهم يجيبوا لي سويرتاتي، انا ما بقيت طالبه والو، طالبه غير سويرتاتي. دابا 3 سنين اخرى ثاني مسدود المحل، حنا ضايعين فيه هاكواك يعني، هذاك المحل ما نخدمش فيه، واحد واخا ربعه ديال العائلات، وهذوك ربعه العائلات كل واحد الا عنده 6 الناس ولا 10 الناس راني هازه المحل اللي انا تندوز تنشوفه مسدود. شتي دابا فكرتيني فيه نكذب عليك، صافي هزتني حيت ما عندي ما ندير، نكذب عليك انا ناديت على سيدي الله ينصرو الوقت اللي جا البحث وجا الشيخ والمقدم والناس ديال البحث اللي هذا، صافي عاودوا سدوا مشاو. الايام الاولى كما قلنا راه كانوا تيصلحوا بلا رخص وما عطاش كاع كانوا تيديروا، من بعد سدوه ومشاو. ملي تيتصلوا بيا دابا الناس تيقولوا لي واش خديتي سويرتك، ما جاب لي حد سوارتي، ومحل اللي راه مسدود حيت الفنان تيدير شي حويجه هكا باش هو الستر من الله سبحانه وتعالى، احنا طالبين غير الستر ما طالبين شي حاجه. ولكن باش تدوزي حدا محلك وتيبان لك ديالك تدوزي محداه ومع ومسدود، وهم الله يهديهم يعني، انا نتمنى الله يهديهم حيت ما خاصهمش تبارك الله، عندهم المدارس ديالهم في عين السبع تبارك الله، هذوك الحجاج ما خاصهمش يعني، ماشي ناس محتاجين لهذاك المحل ما عندهمش، تبارك الله عندهم رزقهم الله يعاونهم. انا طالبه غير ديالي، انا حتى هذاك الكره تنقولها دابا قدام العالم كله مسامحه فيه، جيبوا لي غير سويرتاتي صافي، ما بقيت بغيت والو، بغيت غير سويرت، جيبوا لي سويرتات محليت انا نخدم فيه الناس ونخدم فيه حبابي اللي تنبغي اللي جالسين، راه الناس بزاف جالسه بلا خدمه. واللي دازتي قولي داك المحل ديالك، المحل ديالك والمحل ديالي باقي مسدود دابا 6 سنين مسدود ياك، 3 سنين باش جا الباحث وباش وصلت سيدنا وناديت على سيدنا، دابا 3 سنين اخرى مسدود ثاني كاع دابا سدوا ما بقاو، كانت 3 سنين الاولى مسدود وبداو تيديروا دوك الاصلاحات اللي كنت تنغوت وتنتكلم في القنوات كلهم، وشكرا لكم شكرا لكم والله وصلتوا صوتي شكرا لكم. من بعد فجا البحث ثاني عاودوا سدوا مشاو، دابا 3 سنين اخرى ثاني مسدود ما عرفت، هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولكن لهالدرجه انا كنت نعقلي لا دق عليك الشيخ ولا المقدم راه تتخلع، ولكن انا راه وصلت كل شيء، حتى الناس على برا تيعيطوا ليا، راه الناس تيعيطوا ليا من الميريكان ومن كل الدول الحمد لله، عندي واحد الناس اللي شكرا لله سبحانه وتعالى حبوني بالاغنيه المغربيه اللي غنيت قبل ولا دابا والاغنيه الوطنيه، وعاد انا الحمد لله شكرا اعوذ بالله من قلت انا، كانوا كيف قلت قبل كانت الاغنيه عيد العرش وعيد الشباب اعوذ بالله من قلت انا كنت نغني لعمي الكوكبي الله يرحمه وسع عليه، كان هو اللي معطي لي الاغاني ديال الشرفه، انا ذاك ومنهم سيدي انا ذاك ولي العهد، تنغني اعياد عيد الميلاد مع الجوق الملكي، يعني الناس كانوا تيخرجوها يمشيو للخليج، انا كنت معروفه على الاغنيه الوطنيه
الحمد لله. ولكن تتشوف راسك هذيك الشويه اللي عندك باش يعني تعيشي وتعيشي معك الناس، تتشوفي مسدود وتدوزي ما. وبزاف الناس والله العظيم بغا يديروا مشاريع في المغرب وتيعيطوا ليا من امريكا، تيقول لك واش نديروا المشاريع هنايا ونعطيو لشي حد مثلا، ولا نكريو لشي حد ويمشي لينا؟ ما حنا لا لا لا، ولكن هادشي راه خايب بلا خصها تجي تسمع شي مره شي حلقه من الحلقات ديالكم ولا ديال هذا. كاين لي الله مثلا شي نهار حتى تيشوفها شي حتى تعيط ليا عزيزه انظر هذاك المحل شنو المراه باقي مسدود ما يمكنش، نقول لهم باقي مسدود الله يهديهم. انا تنتمنى هاد الحجاج كلهم يعني الخوت اللي في عين السبع يجيبوا لي سويرتاتي وبركه علينا من هاد الشيء. انا ماشي ديال المشاكل ولا ديال طلعوا الهبوط في المحاكم، انا ما ديال هاد الشيء لا لا. في الايام الاولى كنت تيبقى نغوت على الكره تيتحط في المحكمه وتحط عام في المحكمه وتحطت عامين في المحكمه، ايوا بركه عليا انا من بقى نجري نقلب على الفلوس في المحكمه ولا نقلب على بركه صافي عطى الله عييت عطى الله المحلات سيروا يكريو داكشي باش كاريين تما يمشيو يكريو محل اخر ولا يشريو عندهم تبارك الله يعطوني سويرتاتي. انا ما طالبه حتى حاجه، طالبه سويرتاتي يعطيهم ليا وصافي. وهذا الشيء تيمرضني شتي ملي تنفكرهم والله الا تنمرض ما تندوش من حداه باش ما يدير. وملي تيسولني شي حد بحال هكا والله يعيطوا لي، وكاين الناس ما تيعرفوني والله العظيم راه كي دابا عارفه الحمد لله يعني الانسان الا بغاك راه يوصل لك. كاين الناس ما تيعرفونيش تيعيطوا لي من دول اخرين اه نظرا شنو درتي مع هذوك الناس في المحل والله بلا خصني تنقول لي الله يهدي دوك الناس يقول لي باقي تتقولي عليهم ناس والله يهديهم الله يهديهم. ونهضر لكم راه كاين جديد اخر يعني من ان شاء الله من غير عوينتي تا هو راه مسجل دخلت له الصوت. انا انسانه تتكلم على العنف هو رغم راه العنف راه تيتعنفوا رجال وعيالات بجوج في هذا الوقت ان شاء الله نتمناها تعجبكم. هذه راه كملتها كلمات الاستاذ الوافي فؤاد والالحان الاستاذ الزاوي، وكاينه اغنيه اخرى وانا مالي كلمات والحان في الاستاذ الرياحي حيت كلمات والحان ديالو وهو اللي مول الاغنيه بعدا باش تشوف كاتب كلمات وملحن وتيمولها قليله عندنا في الميدان الفني. وهو انا فكرت عليك في الاول ما كنتش متيقه طلب مني باش نغني ليه ويخلصني حتى انا. الاستاذ الادريسي هو اللي دار التوزيع قلت لي الله يخليك قول لي بلا ما يخلصني انا زعما حتى حشومه قلت لي باش نتخلص انا من الملحن حيت حنا عمرنا كله حنا اللي تنخلصوا الملحن وتنخلصوا كتاب الكلمات. هو مسكين طلب مني باش نغني ليه ويخلصني وباقي مش مجد ليا قطيعات اخرين مع هنيت هو قلت ليه ما تخلصنيش انا نغني والكمال على الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. كنا غنكون والله الا كنت غنكون في موازين ديال هاد السنه اللي فات حيت انا موازين من ايام لالا توريا جبران الله يرحمها. هذيك السيده كانت تحب الفن وكانت الله يرحمها ويوسع عليها طلعت زدت في ايامها في سهرات كثيره في 2009 في ذاك الوقت فاش كانت الله يرحمها ويوسع عليها. نتمنى ان شاء الله يرجعوا لنا المهرجانات ويشوفونا الحباب ويحيد هذا الوباء باش نكونوا تاع على راحتنا. دابا حتى لا بغيتي اش غدير سهره ما عرفت ندير سهره وكل واحد بينك وبينه متر ولا جوج ما جاتش. ان شاء الله نتمنى الخير ان شاء الله يا ربي. عندي قلبي زوين وما تنشدش في قلبي ورغم دابا شتوني هكا والدموع في عينيا ممكن حاجه زوينه تضحكني وحاجه كيما تبكيني وهكا هادي يا عزيزه. ونطلب الله سبحانه وتعالى ينزل علينا العفو لهاد المشاكل اللي حنا تنعيشو ان ولينا مع احبابنا معاهم حتى تسمعي مات. غير اليوم والله العظيم فهاد الصباح سمعت ثلاثه الناس من الناس اللي عزازين عليا ماتوا. صحاباتي جوج مرات دابا باقي والله وحده عندها شي 45 وحده هكا كتايا في 40 صحاباتي حتى هما مرض الله يشافيهم. وحده منهم كاع مريضه بزاف انها حيت اصلا كانت تتعالج وحضرات سببها باش تيقولوا للناس ما تخلطوش والناس الله يهديهم باش يسمعوا سببها مشات للجنازه ديال واحد السيده مات بكورونا ولكن ما احترموش داكشي اللي تيقولوا لهم الناس حيت كاين بعض الناس اللي باقي غالطين تيقول لك ما كاينش كاع المرض يا ودي الله يهديكم راه الناس تيموتوا قدامنا راه يوميا تنسمعوا الناس ماتوا. نتمنوا الناس يفهموا بان المرض راه كاين ويحتفظوا على رؤوسهم يحتفظوا على الناس اللي معاهم. راه كاين الناس اللي هازين الفيروس وما عارفينش وغاديين تيعاديو في الناس او كاين اللي عارف
والله واحد السيده دابا في الحي الحسني عارفه راسها فيها الفيروس وباقات ملي سمعتها غير الصباح تفقست تعدي في الناس. حرام هذا الشيء، حرام عند الله سبحانه وتعالى، حرام. مع دابا ما بقاوش تيشدوهم في، يمكن في المستشفيات ما بقاوش تيشدوهم، اذا الناس ولات ضايعه وتتعادي شي تعادي شي. وكتير ما قالوا فيا تراري، ما قالوا فيا، خليتهم الله، خليتهم الله هو اللي عالم بيا تراري، عالم بيا، عارف سبحانه، وعارف سبحانه، وما يهموني حسد، ما يهموني، وما يهموني حسد، ما يهموني، وما يهمونا الحسد، ما يهموناش الحسد بصفة عامة.